شيخ صالح أيضا وصلنا هذا السؤال بنفس الواتس أب، يقول شيخ أخذ الأجرة عن الحج، فهناك شخص يأخذ عدة حجج ويحج فضيلة الشيخ لعدة أشخاص. هذا لعاب، هذا يجب يؤدب، يأخذ حجة عدة أشخاص ويحج عنهم حجة واحدة، هذا يتلاعب وهذا يطلب المال، ما هو يطلب العبادة، ويجب أنه يؤدب. نعم.